بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا خلاص الفرونت اند بتاعتنا وبقت جاهزه، عايزين نحضر لها الباك اند بتاعتها عشان نقدر ايه نقدر نشتغل عليها. ده الفرونت اند بتاعنا. هنبدا دلوقتي نعمل نيو فولدر لبروجكت تاني خالص اللي هو الباك اند بتاعنا، منفصل تماما عن الايه عن الفرونت اند، فسميته بنك بي اي اللي هي باك اند يعني، تمام. وهبدا اشتغل عليه. احنا مفترض في البروجكت دوت هنفتح على طول كده يعني السي ام دي او الكوماند برومبت خلاص او البار شيل جوه نفس الفولدر، وهبدا اعمل انيشاليزيشن للايه للابلكيشن بتاعي. فانا عملت ام بي ام و انيشاليز او اي ان اي تي عشان يبدا يجهز لي. فطبعا هيطلع لي شويه اسئله تخص مين، تخص الملف اللي هو الباكج دوت جيسون. فاول سؤال هيبدا يساله لي ايه هي الباكج نيم بتاعتي او هو البروجكت نيم بتاعي. فكتبت والله البروجكت نيم هيبقى اسمه بنك باك اند مثلا. طيب الباكج نيم ده كان ما هو نفس السؤال ماشي، عشان قال لي بس ما تكتبش فيه كابيتال ليتر، قلت له ماشي بنك باك اند والفيرجن ماشي خليه زي ما هو. الديسكريبشن هبدا اكتب اي ديسكريبشن عندي ان انا او اديسكرايب البروجكت هيبقى عباره عن ايه. طبعا البروجكت بتاعنا هيبقى عباره عن كرود اي بي اي او ريستفول اي بي اي، يعني عايزين نعمل العمليات الاساسيه اللي هي الاضافه والتعديل والحذف والبحث والكلام ده كله في اي بي اي بالنود جي اس مربوط مع المونجو من خلال الدرايفر اللي اسمه مونجوز. وطبعا هنعمل الاستراكشر بتاعنا من خلال مين، ام في سي ام في سي ديزاين باترن، هنشوف ازاي نعمل الام في سي وايه هو الام في سي وهكذا. طيب انا وضحت، قال لي هتشغل ازاي الملف الرئيسي بتاعك. الملف الرئيسي بتاعي هيبقى اسمه اب دوت جي اس، مش هعمله مين ولا كلام من ده. طيب ريبوزيتوري جيت ما عندناش او ما جهزناش، واسم الاوثر ودوست انتر. الباقي قال لي ماشي هيبقى الملف بتاع الباكج بالشكل ده، طلع لي شكل الملف، قلت له ماشي. فادي شكل الفايل بتاعنا اللي طلع ملف الايه الباكج دوت جي اس. قلت له كويس جدا، نفتح بقى اي دي اي بتاعتنا ونفتح فيها البروجكت دوت بحيث ان احنا نقدر نتعامل بقى مع اللي جاي. انا هاخد كده كوبي من اليو ار ال عشان ما اقعدش ادور، ومن فايل اوبن فولدر وعلى طول الباث بتاع البروجكت، قلت له سيلكت الفولدر، مفيش غير ملف الايه ملف الباكج دوت جي اس زي ما احنا شايفين. ادي الملف اهو مكتوب فيه ايه البيانات اللي احنا دخلناها وجهزناها للبروجكت بتاعنا. هنعمل اول ملف عندنا اهو بعيد الاول، واعمل فايل اب دوت جي اس اللي هو البوينت بتاعتي اللي هتبدا بيها البروجكت. وعرفت فيها مبدئيا على طول كونست الاكسبريس، وده ريكوايرد الاكسبريس. طبعا الاكسبريس المفروض يبقى نازل والبادي بارسر نازل، الحاجات الاساسيه دي اللي خلاص اتعودنا احنا بننزلها ازاي. ونزلت البادي بارسر او عملت استدعاء ريكواير للبادي بارسر، كونست برضو بادي بارسر وبيساوي ريكواير بادي داش بارسر كده. عرفت الاثنين اهم. هبدا دلوقتي اعمل ايه، اعمل انيشاليزيشن او اجهز ال بتاع دوت السايت بتاعي او الملفات بتاعتي، الملفات الخاصه بالبنك، بحيث ان احنا بس نقوم الايه الباك اند بتاعتنا. ف هعرف كونست، عرف الاب، وعرف منه عرفه من الايه من الاكسبريس، بحيث يبقى معايا كده الاوبجكت بتاعي اللي هو الاب اللي هيقدر يشتغل، اللي هقدر استخدمه في ان انا اقوم الاوامر. وهعرف البورت بتاعي، قلت ليت البورت مثلا 4 3 مثلا او اي بورت زي ما انت عايز، هيبقى ده البورت بتاعي. وتعالى نرن الايه الاب بتاعنا بليسن اب دوت ليسن، قال لي البورت كام، نريت على البورت وبعد كده قال لي الهوست نيم سيبناه. هندع على الفانكشن بتاعتنا على طول ارو فانكشن كده عشان ترن. هكونسول دوت رايت بس دلوقتي مش عايز اعمل اكتر من كده، فهقول له كونسول دوت لوج، وهكتب مثلا ان السيرفر بتاعنا راننج على البورت الفلاني، بحيث لما تطلع لي الرساله ابقى عارف ان السيرفر بتاعي ايه السيرفر بتاعي قام، تجهيزا كده بس الايه لفكره. هنبدا بقى نتكلم على الام في سي شغاله ازاي وهنربط ازاي والكلام ده كله. فقلت له سيرفر از راننج اون بورت، عشان دايما افتكر البورت اللي انا شغال عليه في البروجكت ده، واحط رقم البورت، احط الفاريبل بتاع البورت بحيث يظهر لي. نفتح التيرمينال كده ونقول له نود سبيس اب جي اس
طلع لي ايرور، قال لي الاكسبريس الموديول بتاع الاكسبريس. قلت له خلاص ماشي مفيش مشكله، ام بي ام انستول الاكسبريس. طبعا لو انت هتستخدمه في بروجكت سي ده جي على طول، هيبدا يعمل ايه داونلود معايا بحيث يبقى موجود عشان اقدر ايه اقدر إيه يعني اقدر اتعامل معاه او اقدر استغله في العمل بتاعي. مفيش عندي اي مشكله. سهم لفوق كده، المره دي هنزل بالمره البادي بارسر. فقلت له برده نعمل لي انستول للبادي بارسر عشان هنستغله. فكده مفترض الفايلين او التو باكجز اللي احنا عايزينهم خلاص عملنا لهم داونلود، نود بقى دوت اب ونود واب جي اس، لان ان هو قال لي ايه السيرفر خلاص كده راننج والملفات اللي انت استدعيتها بقت موجوده وكله تمام. بكده بس جهزنا الايه جهزنا الشغل بتاعنا عشان نبدا نشتغل.